كتضروا ماشي المواطنين بوحدهم كيضروا، ماشي المهنيين بوحدهم كيضروا، راه كتضر امه ديال عباد الله. اليوم لا يعقل بان طبيب عنده الصفه باش يعطيك شهاده طبيه باش يصيفط واحد للحبس. اليوم لا يعقل بان الطبيب كنعاود ناكدها تكون عنده الصفه باش يتكرفص على المواطن بواحد الطريقه غير مباشره. اشنو هي الطريقه غير مباشره؟ انت اليوم كتعرض للعنف، كتعرض للضرب، وكيجي واحد كيمشي يدير شهاده طبيه حيت عنده الناس ديالو تماك والسماسيره اللي كتشاجر في الشواهد الطبيه ديال الزور، وكتولي بحالك بحالهم اللي كتقدموا قدام العداله، كتقدموا بالضرب والجرح المتبادل. اشنو هذا المعنى؟ المعنى بان هذا الظلم، ظلم حق المواطن. اليوم حنا كنقولوا كيقول لك كيضرب كيحس بالمجلد الغالي مضروب به. لا يعقل بان اليوم كيتقدموا عيالات في المحكمه بالشواهد الطبيه اللي ما فايتاش 20 يوم، ورجاله قدهم قداش يهربوا بدوار مقدمين جايبين شواهد طبيه ديال 21 يوم 29 يوم ما فيهم حتى ضربه، وكيتقدموا وكيجوا يقول لك تعدى عليا. وكيفاش بغيتوا كيفاش بغيتوا الامن يدير، كيفاش بغيتوا الامن يدير خدمته، كيفاش بغيتوا الطرف يدير خدمته، كيفاش بغيتوا القضاء يدير خدمته؟ كنقولوا بان كيتم الزور، ماشي الزور في المحاضر ديال الدرك ولا ديال الامن. كنأكد بان اليوم بينا الحضور ديال واحد المجتمع المدني اللي تفهم بان المواطن المغربي ما بقاش باغي الكفه، ما بقاش باغي توصل ليه الزيت لدارو، ولا باغي الحقوق ديالو والسلامه ديالو. ولا يعقل بان اليوم كيتباعوا في السبيطارات جواز الظلم اللي هما الشواهد الطبيه اللي كتعطى على دون استحقاق الظالمين، الناس اللي كيسلخوا عباد الله، والناس اللي كيتقدموا لمسلوخين كيعطوهم الشهاده الطبيه في 12 يوم، واللي ظالم وضارب كيعطوا ما يجوز 21 يوم حتى 29 يوم. لا يعقل بان هاد المواطنات ديالنا غنبداو نخافوا عليهم يخرجوا، مواتنا يخافوا عليهم يخرجوا، خواتاتنا نخافوا عليهم يخرجوا، وانتم نخافوا عليكم تخرجوا، حيت انتم حتى انتم معرضين اليوم بانكم لما مشيتوا تصوروا مع شي واحد والروبورتاج ما عجبوش يقدر يمشي يقول لكم راه دخلتوا وضربتوه، وشفتوا الشهاده الطبيه اتفات 12 يوم نتوما اللي مضروبين، هو يجيب شهاده طبيه اللي فايته 21 يوم، وانتوما كتطلبوا وترغبوا نتوما اللي مظلومين. الميساج اليوم اللي جينا نعطيو للمندوب الجديد ديال الصحه، هذا الميساج يبان تري كليغ. اليوم انت يلا جيتي ولقيتي واحد الورد، حنا كنعطيوك كمجتمع مدني اشنو واقع في السبيطارات اللي انت تحت الحيازه ديالك وتحت الرعايه ديالك. انت كون على يقين بانك ولا ما خديتيش قرار وخرجتي درتي وحاربتي هاد الاطباء ديال السوء اللي عندك هنايا اللي ما كيمثلوش الجميع، حيت كاين اطباء نزاهه، كاين طاقم طبي نزيه، كاين نقابيين نزيهين، ومنين انت ومهنيين كيظلموا. اليوم راه جاو تاهما عطاوك الصوت والصوره ديال المعاناه ديالهم مع السبيطارات ديالكم. غنعتبرك شريك ديال هادشي، غنعتبرك بانك انت شريك ديال هاد المافيا ديال الظلم. وشكرا لكم وتحيه نضاليه لجميع المغاربه. وعندي واحد الكلمه المواطن اليوم رفع، اليوم المواطن راه فهم اش خصو يدير. المواطن اليوم نعطيناك واحد 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 الطريق اللي خاصك تشدها باش ولا تظلمتي ما تمشيش ليا غير هكاك وتقول لهم لا راه الله يسامح وما تسمحش. هذاك ولا جاب طب شهاده طبيه في 20 يوم وما يجوز 29 يوم، وسير طلب حقك. راه كاينه الصحافه، راه كاين الراي العام، وكاين السلطه الرابعه اللي هي صحافه نازيه. وكنعاود ناكد بان من هذا المنبر هذا كناشد جميع الجمعويين ديال المغرب، المناضلين، المؤسسات عبر المملكه المغربيه، بان راه عندكم مافيات في السبيطارات كيتاجروا في الصحه ديال المواطن، وكيحقوه وكيمنعوه باش ياخذ الحق ديالو عند العداله. هذا الاجراء هذا متداول عبر سنين، اللي جا السبيطار يخلص يعطيه شهاده يصيفطوا واحد اخر للحبس، واحد مضروب فعلا يجي ويعطيه مده غير صالحه، واحد في واحد عم ضروب يديروا ليه شهاده طبيه يغرقوا واحد اخر يصيفطوه بالظلما وعدوانا. زيدون هذا السبيطار اختي قسما بالله اللي جا ليه حتى تيموت، حتى السيوم الزبل دايره به كاع ازبال، الطاكسيات يخرجوا يبداو يبولوا عليه، محاصر من جميع الجهات هذا السبيطار، الطوبيسات يجي يوقف لك على باب، الامبيلونس ما تلقاش منين تدخل، لداخل لا دخلتي ولو سيكيريتي تيحكموا على السبيطار. اسمح لي باش ما نخرجوش على الموضوع، ولكن انت واش حضرتي حضر لك شي حاله بحال هكذا وقعت، ولا شي واحد من القريب ديالكم بانه تعرض للظلم ولا خدا شي شهاده مزوره؟
اختي هادشي هذا تنعيشوا فيه عبر سنين، هادشي تنعيشوا فيه مده زمنيه طويله. اللي جا عطير الطبيب يعطيك شهاده طبيه، خلص 100 درهم يعطيك شهاده طبيه. فيها شحال؟ فيها 21 يوم، فيها 25 يوم، 24 يوم، واللي مضروب صحيح انه موعد وهادي يعطيو شهاده طبيه كاع غير صالحه، ما تلقش ليها باش يصيفط هذاك الحبس. واللي العشوائي وداك التخربيق كلشي اختي مباح. يعني بالفلوس؟ كلشي بالفلوس، ويقدر قلت لك اللي تجي لهذا السبيطار تجي على رجليه ترجع ميت. على سبيل المثال انا جيت با هنايا مات، وانا ساكن هنا هذا السبيطار الروضه، قسما بالله العلي العظيم لا لا الاختصاصات لا شي حاجه. اللي جيتي تبقى تما اهمال، تبقى مليوح التصاويب ديالو اكثر من عامين، كون بناو سبيطار اخر. الجمعيه الجمعويه وكساكنه بان الناس كرهت هادشي على الاطباء. السلام عليكم ورحمه الله، معكم شعبان مصطفى رئيس جمعيه الكرامه للسائق المهني. كباقي العائلات انا وقع لي نفس المشكل في المنطقه الدار بوعزه، واحد الحد انا ووليداتي كنتفاجئ، والكل كيعرف ان المشكل اللي وقع ما بين سياره الاجره والنقل السري، كنتفاجئ واحد من المخالفين اللي ديجا هو السياره ديالو مشات للمحجز البلدي وبغى ينتقم مني وانا مع وليداتي واحد الحد في دار بوعزه. كنتفاجئ الغد لي ملي مشيت عند الدرك الملكي باش يستمعوا ليا، كنتفاجئ بواحد الشهاده طبيه اللي لا اساس لها من الصحه منين جابها هذا المخالف، فيها 26 يوم وانا ما مسيته وما قربت ليه ما والو. على نقول لكم علاش ما مسيته وما تضاربت معاه، لان معايا الام ديالي كنخرجها لحد ومعايا وليداتي صغار. كنتفاجئ عند السيريه الدرك الملكي جاب هذا السيرتيفيكات شهاده طبيه فيها عدد مهم ديال الايام، اللي لولا لطف الله واستشاره مع النيابه العامه لكنت انا تا انا نفس هذا الشيء اللي وقع كان غادي يوقع لي. الحمد لله دزت انا وياه في التقديم عند وكيل جلاله الملك ودار فحص على هذاك المخالف، لدرجه انه من بعد يومين من الحادثه كان داير القبص في اليمين ديالو ودار اللايف وهو داير هذاك القبص في اليد اليسرى ديالو. هو في المحضر عند الدرك الملكي كيقول لهم انا مهرس من اليد اليمنى، ودار اللايف هز هذاك الكاش ديال القبص داروا في اليد اليسرى بالتلف. والحمد لله كانت القضاء نصفني والحمد لله، كانت الامور 5 على 5. يعني خاصنا نردوا البال من هاد الشواهد الطبيه، راه عده عائلات عده معيلين الاسر ديالهم كيمشيو ظلما وعدوانا جراء هاد الشواهد الطبيه. من كتحمل المسؤوليه؟ كنحمل المسؤوليه، خاص تعطى تعليمات وتعليمات صارمه من المندوبيه ديال وزاره الصحه، من وزاره الصحه، باش ماشي من هب ودب يعطي شواهد طبيه، خاص الكونتر من بعد ما هذاك المتضرر اللي جاب هذيك الشهاده الطبيه خاص تعطى تعليمات باش يدار ليه فحص اخرى واش فعلا كاين هذاك الضرر ولا ما كاينش. اذا خاص يتحركوا هاد الناس وتعطى تعليمات وتصافط ميساج اليوم يعني على وجه السرعه لجميع هاد الاطباء المحلفين باش ياخذوا بعين الاعتبار، راه عده عائلات كيشردوهم وكيصيفطوا لهم الوالدين ديالهم للحبس جراء هاد الشواهد الطبيه. درب ولد درب درب فلاح، ضرب واحد ضرب هو واحد الدري في الملاح، دوزات مود عيطت حتى لولدي شدت حتى ولدي، والدري اللي مضارب الدري اللي ضارب راه قرب بينا انا اللي ضربت، قال المخزن بينا انا اللي ضربت، قدم راسو ناض هي مشات دارت شهاده طبيه بينا مستديمه مستديمه. دابا المخزن تعيط لي المحكمه كتعيط لي كتقول لي دير الخبره ما عندوش. دابا مي جا ما لقيناش مستديمه، والدري دابا مي تيعيطوا لي المحكمه، دابا 4 الخطرات وهذه الخامسه عيطوا لي ما تيجيش ولدي راه في الحبس. راه دابا الدري مينور باقي صغير وخرجت ليه على حياته، كيلعب الكره وكل شيء، خرجت ليه على حياته ظريف والله الا ظريف. ودابا راه حياه ولدك بسبب شهاده طبيه، الشهاده الطبيه وانا مزوره. الدري كيركب على الموتور يوميا، كيهز صحابات مو تقالات، كيهز مو غليظه، ما كل شيء ما كيسميتو. هاد الدري كيفاش مضروب؟ الدري يوميا تيشوفوا ولادي الاخرين، ما تنقدرش نضحي بالدراري الاخرين. كيقول لي شدوا القتلوا، كنقول لي لا ما نضحيش، مشى واحد ما يضحيش ثلاثه، وانا الله اللي عالم بيا. مي تنبغي نمشي عندو كيفاش كنجبد. دارت الخبره لهاد السيده، دارت الطبيب مزوره،
الدري يوميا تلقاو مع الدراري ما مضروب ما حتى حاجه، فيه واحد الجريح انا، ولكن ولدي راه ماشي ولد الدري اللي ضرب، راه قر لهم باقي ما محكوم حتى عاد في التحقيق. دابا الدري اللي مضروب تيقول لهم انا اللي ضارب، انا اللي ضربت في عكاشة دري كبير، تيقول لهم فيك اللي دفع فيها الدري. ما عرفتش اختي شحال فيها، قال لهم انا اللي ضارب. شويه ما تنكتشفوا فمو بان حاطه دري 8 ديال الدراري اللي محطوطين، 4 تشدوا، 3 خرجوا بالفلوس. ولدي انا ما عنديش ما لقيتش ماش الجهد ديالو، مشى للحبس. دابا راه في سميتو كنلقاوه يوميا، تلقاوه في المحاميه ديال الدري اللي ضارب، راه شافتو في الملاح ما مضروبش، وشهدات بان ما مضروبش، وحيدت لي مستديمه، حيدت لي اها مستديمه، حيدتها لي ما لقاتهاش عنده. دابا كيعيطوا لي 4 الخطرات 5، دابا هذه الخامسه ما بغاش يحضر، ما تيحضرش معاهم الدري، ما تيحضرش، ولدي راه في الحبس، ولدي ما تيجيش حتى المحكمه. ها المسؤوليه لكل شيء، الدولة كل شيء كان تتحمل المسؤولية ديالو، كل شيء تيتحمل المسؤولية ديال ولدي اللي مشى ضحية، حيت كيعطيو كل شيء مزور، كيعطيو الشهادات مزورين، كيعطيو كل شيء مزور. دابا تيعيطوا للدري ما تيجيش يوميا، عاود لوطيو البارح شافو غادي، شافو ويهرب تخبى. دابا ولدك حياته كتضيع بسبب شهادات مزورة، تضيع عليا تضيع عليا، قرب الشهر دابا الشهر ولا شحال عنده من عام؟ يلاه كمل 17 عام في الحبس، نهار 22 شهر 11 كمل في الحبس. شكرا. دري ضحية ولكن لله بسبيل الله. عليكم الباز زهيرة، رئيسة جمعية تقدم التنمية الاجتماعية ورئيسة جمعية النماء الأعمال الاجتماعية. حنا اليوم واقفين مع هذا الموضوع اللي كيهم كل واحد، رغم انني ما نزلتش فيه انا بالضبط، مي ان كنعيشوه طونكو انا يا رئيسه الجمعيه، كنعانيو من هذا المشكل ديال الظلم اللي تيكون على حساب المواطن، كيديروا الطبيب، والطبيب اللي محلف اللي تيكون زعما كاينه داير اليمين ديالو باش يؤدي الوظيفه ديالته كطبيب، كيولي هو اللي شاهد ضد ذاك المظلوم الظالم باش بالفلوس. ولهذا حنا ضد وكنستنكروا هذا الموقف اللي تيوقف فيه المواطن بسبب الطبيب، كنستنكروا هذا الظلم، وحنا ضده لاخر لحظه، ما بغيناش يكون نحمل المسؤوليه سميتو مثلا الوزير الصحه، انا بعدا كنقولوا الوزير الصحه هو الاول اللي مسؤول، اللي تيعطي واحد المهمه ما تبقاش واحد الانسبكسيون، فهمتي؟ نعم، باش يقوم سوفون بتفتيش واحد لانسبكسيون لهاد لي سونتر اللي تيعطيو هاد لي سيرتيفيكا مزورين، باش تكون شويه تاع الشفافيه، ما يكونش الظلم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.